السلام عليكم. إذا كانت الحاضنة عندها حكم حضانة ونفقات، وقدر الله أن يتوفى أحد المحظونين سواء بنت أو ولد، وبعد 10 سنين الأب قام برفع دعوى قضائية بإسقاط نفقة الابن المتوفي، هل المحكمة تسقط نفقة الابن المتوفي؟ هو راح تسقط أكيد لأن الطفل توفى. هذه نقطة. نقطة ثانية، إذا رجع على الطليقة أو الحاضنة بأخذ نفقات الطفل المتوفي قبل 10 سنوات، شنو راح يكون حكم القاضي؟ في حكم محكمة تمييز شو يقول؟ يقول إن النفقات لا تجزأ، بمعنى إن مطالبة الطليق أو أب الأطفال بنفقة المتوفي قبل 5 سنين أو 10 سنوات سيرفضها قاضي الموضوع لوجود حكم تمييز وسابقة من محكمة التمييز أن النفقات للأطفال لا تجزأ. أنا أول خلاصة، إذا رفع قضية بعد 10 سنوات أو درى أن ولده توفى بعد 5 سنوات أو 10 سنوات زين، ورفع قضية يبي يسترد نفقة الطفل المتوفي قبل 10 سنوات أو 5 سنوات سيرفضها القاضي لوجود سابقة قانونية من محكمة التمييز بحكم بأن النفقات لا تجزأ.